قانون محاكمة الأحداث في لبنان يخضع لإعادة نظر، والمطلوب إقرار قوانين مناسبة لتأهيل الأحداث ومساعدتهم. بلبنان الأطفال يلي عمرهم تحت 18 سنة وفي حال ارتكبوا أي جرم بيتعاقبوا بموجب قانون الأحداث رقم 422. رح نبسط، إذا الطفل سرق مثلاً وعمره تحت 12 سنة ما بينحبس، ولكن فوق 12 ممكن ياخد حكم بالسجن. هيدا عدا عن إنه الحدث إذا ارتكب جرم بعمر 7 سنين بيتحسب، وإذا ارتكب أي طفل جريمة مع راشد يحكم بالمحكمة مع الراشد أيضاً وليس كطفل. اليوم في بحدود 200 طفل يا مسجون يا موقوف وما بيتلقوا أي متابعة بتسمح لهم يرجعوا على المجتمع سالمين، وبالحالتين هيدا ظلم والظلم لازم يتوقف. على هالأساس اشتغلت اليونيسف مع وزارة العدل والجامعة الأمريكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعريف القضاة وتدريبهم إلكترونياً كيف يتصرفوا لما يكون المجرم أو الضحية قدامهم طفل أو طفلة. فاليوم القاضي صار بين إيديه مورد شامل، في قوانين، في دراسات، في سياسات سواء محلية أو دولية تعنى بموضوع عدالة الأحداث، وبتخوله أنه يكون عم يلجأ لها وقت اللي بحب لحتى نشوف شو هي الممارسات الفضلة لتخولنا نحن كمان كدولة نكون عم نوصل لنتيجة أفضل. تدريب القضاة وحده منه كافي، والمطلوب تعديل القوانين وتأمين أماكن مناسبة لتأهيل الأحداث. قانون الـ 422 عطول بصورة دائمة عم قابل للتعديل، يعني حسب التطورات. المهم أنه المجلس النيابي ينتقل إلى التشريع بصورة كاملة لحتى يلبينا بكل المطالب اللي بالفعل القانون بحاجة لها. القاصر أو الحدث ما فينا نحطه بالسجن مع الباقيين، مثل الباقيين، ولو كان في سجن خاص لهم برومي، إنما السجن ما كتار تأيدوا بالمفهوم الخاص بهالسجن. هلأ مركز الوروار اللي جهز خصيصا للتعاطي مع الجرائم الأحداث بتصور رح يقوم بهالواجب. صحيح أنه لبنان كان بطليعة الموقعين على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن ما عرف كيف يتصرف صح مع الأطفال، والعمل اليوم لتطوير كل الإمكانات المتوفرة لحماية الطفل وتربيته صح لبناء مجتمع بعيد عن عالم الجريمة.